الشمال ومديرة المنتدى الجهوي للحاس والتنمية القروية. جاء هذا المنتدى باش نشوفوا شوي في هذه الواحة ونرجعوا نعطوها الاعتبار. وكنا كنطمحوا باش يكون منتدى كبير. احنا بالنسبة لنا كأول دورة كان بالنسبة لنا كإدارة وكأعضاء مكتب الجمعية كبير بالنسبة لنا، لأننا أول نسخة وكنا بغينا يحضر معنا أساتذة كبار ومديريات ووزارات معنية بالأمر، ولكن للأسف احنا كنعذروهم لأن المسؤولية ومسؤولية والطارئ اللي كان عندهم. ولكن حضور ديال الأساتذة وديال الأساتذة المحاضرين الممثل عن المديرية الجهوية للفلاحة والسيد مبارك أوراغرا الغني عن التعريف أستاذ الباحث في جامعة ابن زهر كان نقاش غني الحمد لله. وكان معنا وجود حضور الطلبة في سلك الدكتوراه باحثين في مجال الواحة والتراث، كنشكرهم حتى هم على الحضور ديالهم. وكانت مائدة مستديرة، نقاش كان غني، وكنشكرهم على الحضور. وكان واعدهم بان دوزيام ايديسيون ان شاء الله غادي تكون نسخة يعني بحجم كبير من ناحية المضمون. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.